لكن احنا كتشرينيين انه نعلن من هذا البرنامج ما راح يكون لنا نزول ولا ابدا راح ننزل الشهر مباشر؟ خاصه بهاي الشهرين الجايين. بشكل مباشر؟ دعايته بشكل مباشر للتظاهره القادمه؟ احنا هسه لو اكو دعوه هي صلاه وليس لو اكو دعوه مثلا للمناقشه او للحوار من قبل مقتدى الصدر للتشرينيين احنا نتباحث ربما وربما نلبي الدعوه او لا، لكن هي ماكو دعوه انه تعالوا يابا مثلا خلي نناقش اوضاع العراق في مثلا الوضع السياسي الان. احنا موضوع تعالوا نزلوا يانا بالشارع وبعدين هم ترجع يكملون الامور ويتصافون والعمليه السياسيه وترجع التوازي تدق علينا، هاي بعد احنا ما تعبر علينا حقيقه سيد السحر. فاي نزول ماكو، اي ناشط او اي شخص او اي او شخصيه تدعي انها تشرينيه تسولف بقضيه مظاهرات مشتركه مع الصدريين ابدا هاي مو صحيحه، وهذا يمثل نفسه ويمثل جزء من قسمين.